مش بس كلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ. يا رئيس مرحبا. من معانا؟ معك المنون إن شاء الله. نورتنا. استاذنا لك المساحة الكافية للحديث معنا في مساحة حرة، تختار أي موضوع، أي مشكلة، أي خلل موجود أو ملاحظة في أي مشكلة من المشاكل الموجودة حاليا البارح لك لمناقشتها على هواء مباشرة. والله أنا عندي مشكلة بالناقشة معكم ومسألة حاجة تنفع ذوي الاحتياجات الخاصة. تفضل. ما فيش لي مي اهتمام، ما فيش سلف، ما فيش قروض، ما فيش في يعني في ذوي احتياجات، يبي يتزوج، يبي يبني حوش، يبي كذا، لكن ما فيش كيف يتواصل، كيف الحلول ليهم. سيد تقصد يعني غير اهتمام، تقصد انهم مهمشين من ناحية الدولة يعني؟ مهمشين لدرجة نهائية يعني، ما فيش كفر يعني ليهم. لكن البعض يرى انه معاش الضمان وغيره انه وتقدر تاخذ عليه قرض في يوم ما، هل هذا صحيح؟ ما فيش. انا واحد اللي نتكلم فيك حاولت ناخذ قروض، يعني يقول ما فيش يعني معاش ضماني، ما عندك يعطوك فيها على القرض يعني معاش الضمان ما تقدرش تاخذ به بسلفة او قرض؟ ما فيش. ما هي الاسباب اللي قالوها لك او الحجج اللي اعطاها المصرف؟ والله الحجج يقول لك مرتبك ضعيف يعني ما تاخذش عليه، يعني ما فيش يعني اي وسيلة. ماذا تطالب حاليا على مباشرة؟ والله نبي يعطونا السلف، يعطونا قروض، يعني واحد يبي يتزوج، يبي يكون أسرة، يكون حوش، يبي حق مشروع ليكم. صح، حق مشروع طبعا، لكن مهم شيء لدرجة النهاية يعني. إن شاء الله تكون لك أداً صاغية والاهتمام بهذه الشريحة اللي احنا هي جزء لا يتجزأ من ليبيا، ونحيوك على هذه المكالمة الطيبة، وإن شاء الله تكون لك أداً صاغية صديقي. إن شاء الله. مشكور يا أخي جاوز، مشكور أستاذ محمد. شكرا. بارك الله. شكرا لك. بارك الله. أيضاً بإمكان تابعتوا إشكالياتكم على 8280، ملاحظاتكم، أي موضوع خاص بكم اكيد كلكم تهمونا، واكيد احنا حناخذ مكالماتكم بدون استثناء، بدون فلتره، ورسائلكم حنقرا على الهواء مباشره. 021 480 2021 على 8280 نقرا رسائلكم. مكالمه استقبلها محمد وان شاء الله ما تنقطعش. يلا. الو مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. الله مرحبتين. محمد جهمي سيد ابراهيم. مرحبتين بك. معكم ظهيره طيبه ان شاء الله. لا مش ابراهيم، جلال. جلال اليوم. جلال. جلال. اهلا وسهلا بك. لا مش مشكله ولو كل واحد كل واحد تعد في الغرض من اجل المواطن. بارك الله فيك. اكيد كنا نسعى عمي ناصر ولا لا في الصوره. اكيد سيد محمد مرحبتين بك عمي ناصر. كيف حالك؟ طبعا ما عادش نقدر نتحدث معكم في الموضوع اللي سبق في المساله. سؤالي، برنامج زي هذا وقناه بارك الله فيكم. بارك الله فيك. بكري سيد جلال يقول باش ما يصطادوش في الماء العكر. في الاستضافة يعني مجرد ملاحظة ونقطة نظام يعني. يكون فيه شخص زي أستاذ محمد فلفل وشخص من الأوقاف وغيره، يعني إعلام، الإعلام خاص من المصارف اللي هي وزارة المالية ولا وزارة الإسكان، هذه كلهم محتاجينهم يكونوا معاكم في طاولة مستديرة. نقطة جوهرية، نقطة جوهرية سيد ناصر. يا ريت نجاوبك على هواء باش الناس تسمع، لعل وعسى ان الناس تتفاعل معنا ويكتفوا جهودهم معنا. سيد ناصر، الامور بدت اصعب مما تتصور. هل تعلم ان كل مكالمات تكون بالصد والرد؟ مش عارف الاسباب، لعدم وجود ثقة في النفس، لعدم وجود المصداقية، فاسباب تخصهم. فكل المواضيع اللي احنا نتمنى تكون بوجود وجهات نظر مختلفة والناس التخصص الموجودة معنا، ولكن للأسف الشديد لا مكالمات وما يكونوش معنا حتى في الاستوديو. احنا كمواطنين ما عندناش يعني خبرة باش نحكوا عليه في المصرف ونطعنوا في المصارف او في جهة الأوقاف. كلامك حرام وحلال. كلامك منطقي صراحة. العمر يفوت، تكلم من المتحدث معاكم يعني من 50 عام و53 عام. فتنا الشباب هو بصغارنا قاعدين ساكنين بحوش حيطة وحوش ورقة. قصدي السيارة حرام، القرض حرام، حلال لمني وحرام لمني. يعني هنا اتجاهي من اللي يخصص هالشيء هذا للمصارف؟ ما دام مصارفنا دولة إسلامية يبقى وين الأوقاف في الفتاوى؟ لما يقولوا خذ السيارات يعطي فتوى بعدين يقولوا لا إن المصارف. أنت يعني تقول يا عمي ناصر احنا شو ندمنا يعني؟ وقعنا بيناتكم، شو الحل؟ شو ندمنا يعني؟ أنت تقول لي السيارة يعني حرام وتقول لي كذا حرام، أنا شو ندير؟ دول الجوار لما مشيت لمصر في 2008 هن من مدينة مدن يخصص فيها دولة،
انت ما تخصمش. انا السيد البكري قبلي ايمن ممكن يا سيد فكره مجرد فكره. انا عندي سهم او حساب في مصرف, نبي ندير جمعيه في المصرف نفسه انا والناس يعني منها ليها, باش حتى ما حد يخلط حد. علاش ما تجيش فكره الجمعيات هذه اللي الناس تلقوا فيها فلوس وباحلال وبدون جنيه زايد, المصرف بياخذ فيها عموله, حتى هذه ياخذ فيها عموله, لكن يوقف حد من الاوقاف يعطينا الفتوى. الشيء حاير وبلادنا حاير, ونسال الله الخير لبلادنا. شكرا لك سيد محمد, السلام عليكم.